انظروا إلى هذا؟ رائع! 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 من قال هذا؟ إنه صدى صوتك. وما هو صدى الصوت؟ الصدى هو الصوت الذي تسمعينه عندما تتحدثين عالياً بالجبال يا بيبا. ها 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 هي هو! ها 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 هي هو! ها 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 هي هو! ها ها هي هو! ها ها هي هو! ها ها هي هو! الصدى ممتع. حان وقت نزهتنا. بيبا تحب النزهات. الجميع يحب النزهات. أين البطاط؟ دوماً يظهرن عندما نقوم بالتنزه. بيبا الساذجة، البطاط لا يعيشن في قمم الجبال. أهلاً سيدة بطة، أترغبين خبزاً؟ البط محظوظ اليوم، هناك الكثير من الخبز. البط يأكل بسرعة. يا إلهي! وقت الرحيل، هيا اصعدوا. حان وقت العودة. حظي الجميع بوقت رائع. لنغني كلنا أغنية. أنغني أغنية البينج بونج أرجوك. أرجوك يا سيدة بلبل، غني أغنية البينج بونج. يحمل قماش لوحاتي. وما قماش اللوحات؟ إنه مثل الورق يا بيبا، لكنه خاص برسوماتي. هذا معجون وأسنان؟ لا يا بيبا، إنه طلاء خاص بالفنانين الكبار. الآن أي لون علينا البدء به؟ أحمر أرجوك. لما الأحمر يا بيبا؟ لأن الأحمر هو لوني المفضل. لكن علينا أولاً رسم السماء. انظري، أي لون هي؟ أزرق بالطبع. جيد جداً، لنبدأ باللون الأزرق. لنرسم شجرة الكرز، سنحتاج اللون الأخضر. لكن لا يوجد لون أخضر. لا يهم، إن خلطنا اللون الأزرق باللون الأصفر سنحصل على الأخضر. الأزرق والأصفر ينتجان الأخضر. ورق أخضر جميل، وها هي بعض الأعشاب. وماذا عن الفروع؟ ليس لدينا لون بني. يمكننا صنعه. سنخلط الأخضر مع الأحمر. الأخضر والأحمر ينتجان البني. دادي بيج رسم جذع الشجرة وفروعها. واو! أبي، أيمكنني رسم الكرز؟ أجل يا بيبا، ضعي إصبعك في الطلاء ولوني على الشجرة. واحد، اثنان، ثلاثة. أحسنتي، الآن دور جورج. يا لك من رسام رائع يا جورج. الآن الرسمة انتهت. مرحى. أوه، إنه البط. أهلاً سيدة بطة، نحن نرسم لوحة. البط يمر على لوح دادي بيج. هش، بط مشارب. أيها البط، ابقوا بعيداً عن رسمتنا. كيف حال شاحنتك الصغيرة؟ شاحنتي الصغيرة؟ شاحنتي مركبة جيدة وملائمة للعمل. جدي، أيمكنني ركوب القطار؟ كما تريد يا داني، إن كنت تحب اللعب بالقطار. شكراً يا جدي. أراك لاحقاً. الأنسة أرنبة تقود الحافلة. وعلى يسارنا نرى التلال والأشجار. مرحباً جميعاً. أهلاً بيبا. كل أصدقاء بيبا هنا. هل يمكننا ركوب القطار؟ أقوم بجولة تعليمية بالحافلة للأطفال الصغار. هل القطارات تعليمية؟ أجل، بالتأكيد. ليرفع يده من يريد ركوب القطار الآن. أنا. وليرفع يده كل من يريد البقاء في الحافلة. حسناً، لتذهبوا إلى القطار وسأتبعكم بالحافلة. قطار الجد يسير تشو 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 تشو.
الكثير من الطين. لا نريد أن نعلق في الطين، ربما علينا الذهاب بطريق مختلف. إنها مجرد بقعة من الطين. هيا يا جيرترود، يمكنك فعلها. هيا هيا يا حافلة، ستفعليها. الحافلة علقت بالطين. يا إلهي. أهلا يا آنسة أرنبة، كيف حالك؟ أنا عالقة، أتستطيع مساعدتي؟ بالطبع. أشاحنتك قوية كفاية؟ ثقي بي. جوج يفكر. ويمكنك اللعب بألعابي. جوج يفكر بجدية. حين نعود للمنزل ستلعب بكل ألعابي. لقد قرر جوج. يا له من رضيع لطيف. ها هي القطة كاندي والحمل سوزي والأرنبة ريبيكا وزوي. أهلا. لماذا جورج في عربة الدمية هذه؟ هذا ليس جورج، إنه طفل رضيع. جو جو. لكن هذا جورج. جورج يدعي أنه رضيع. أهو فتاة أم صبي؟ إنه فتاة. لا، جورج لا يريد أن يكون فتاة. حسناً، إنه صبي. أنا لدي بعض البسكويت، أيود الطفل الرضيع واحدة منها؟ أو لا، لا يمكنه أكل البسكويت. جورج يحب البسكويت. ربما يمكنه تناول واحدة. كوكو. إنه ذكي جداً وأيضاً وسيم للغاية. مضحك جداً. إنه أفضل طفل رضيع على الإطلاق. جورج يحب هذه اللعبة. ها هي أنتي بيغ وألكساندر الرضيع. واو، طفل صغير رضيع حقيقي. إنه جميل جداً. ألطف بكثير من جورج. جورج أحب كونه الطفل الرضيع. أوه جورج، ستكون دوماً طفلي المحبوب الرضيع. حان وقت لعبة جديدة. ماذا عن مطاردة الديناصور؟ مخيف جداً. جورج أحب كونه الطفل الرضيع، لكنه يحب كونه جورج أكثر. مامي بيغ، توقفت عن التبديل. آسفة، كنت أستمتع بالمنظر. بيبا وعائلتها وصلوا لأعلى الجبل. كل أصدقاء بيبا هنا. أهلاً بيبا. مرحباً. سوف نتسابق بدراجاتنا. بيبا، أتريدين التسابق أيضاً؟ حسناً، طالما أننا سنتسابق أسفل الجبل. حسناً. بيبا وأصدقاؤها يتسابقون لأسفل الجبل. أنتم مستعدون؟ مستعدون. يمكنكم البدء بعد الضغط على البوق هكذا. بيدرو انطلق مبكراً. توقف يا بيدرو، السباق لم يبدأ بعد. آسف دادي بيغ. كنت فقط أخبركم أن البوق صوته هكذا. آسف يا بيدرو، كانت غلطتي هذه المرة. عندما أطلق البوق ثانية انطلقوا. هل قال انطلقوا؟ أعتقد انطلقوا انطلقوا. هيا يا بيبا. لكن يا أبي، أنت لم تطلق البوق. الكلب داني في المقدمة. انتظروني. أنا فز. أحسنت يا بيبا. أجل، أنا ماهرة بالقيادة لأسفل الجبل. حان وقت رحيل أصدقاء بيبا. إلى اللقاء يا بيبا. وداعاً. وقت رحيلنا أيضاً يا بيبا. أمي، أنا متعبة جداً. كل تلك القيادة لأعلى ولأسفل قد أتعبت قدمي جداً. أيمكنني ركوب دراجتكم؟ لكن أين سيجلس دادي بيغ؟ أبي يمكنه ركوب دراجتي، إنها جميلة جداً. أوه، حسناً. أنا ملك القلعة. كل قلعة تحتاج لراية. واو، الفتيان لديهم راية.
نحن لا نحتاج لراية تافهة. ها هي جراني بيج. مرحباً بكن، أجلب لكن شيئاً. راية أرجوكي. ويجب أن تكون أفضل من راية الفتيان. سأرى ما بإمكاني. أنا ملك القلعة. أوه، كل قلعة تحتاج لهاتف. أمسك هذا. أبقي الحبل سليماً ومشدوداً، وسيمكنك التحدث معهم. لا نريد التحدث مع الفتيان. لا نريد التحدث مع الفتيات. جراني بيج وجدت راية لمقر الفتيات. الفستان سيكون راية جميلة. شكراً جدتي. إنها ليست جيدة كراية الفتيان. أتمنى لو أننا في القلعة. الأميرات الجنيات يعيشن في القلاع. لو كنت أميرة جنية كنت سأعيش بمنزل الشجرة. هل نستطيع القدوم إليكم؟ أرجوكم. فقط لو قلتن إن القلعة هي الأفضل. إنها بالفعل الأفضل. أنا سأظل بمنزل الشجرة. أنا أحب القلعة جداً. يا إلهي، إنها تمطر والقلعة ليس بها سقف. هيا إلى منزل الشجرة. لا، لن أغادر قلعتي أبداً. الآن ماذا سيحدث؟ مرحباً جميعاً. أهلاً بيبا، هل استلمت رسالتي بخصوص الحفل؟ أجل، ولقد كتبت لك رداً. هذا رائع. يا إلهي، الكثير من الرسائل اليوم. وهذه هي رسالتي لك، إنها مهمة جداً جداً يا زوي. أهي لي؟ أيمكنني فتحها الآن؟ إنها لك يا زوي، لكن يجب توصيلها قبل فتحها. هذه هي وسيلة البريد. أوه، وبهذا الكم الذي يجب توصيله اليوم علي البدء الآن. أيمكن أن نأتي معك أنا وجورج؟ اصعدا يا بيبا وجورج. أراكم لاحقا. بيبا وجورج يساعدان سيد حمار وحشي. إن هذا منزل زوي. هذه الرسالة موجهة إلى الآنسة زوي، وهذه للآنسة زوي، وهذه للزوي، وهذه لزوي، وهذه لزوي. كل البريد لزوي. وهذه هي رسالتي، أيمكنني إرسالها؟ بالطبع. بيبا تحب إرسال الرسائل. أمي، انظري، كل هذه الرسائل لي. أوه، رائع. أيمكنك قراءتها لي؟ عزيزتي زوي، أتشوق لحضور حفلتك. من الكلب داني. الحمل سوزي ستأتي لحفلتك. وريبيكا، بيدرو، أميلي، كاندي سيأتون جميعاً لحفلتك. وهذه الرسالة مني أنا، تقول: نحن قادمان إلى حفلتك، حبي واعتزازي بيبا وجورج. الجميع قد وصل لحفل زوي. عيد ميلاد سعيد يا زوي. واو، هدايا كثيرة. أعرف طريقة لصنع الفقاعات. ضع العصا في الخليط ثم ارفعها ولوح بها. فقاعة. سوف يكون أفضل لو ركضت. انتظرني. جورج يستمتع بالفقاعات وبيبا تستمتع بفقاعتهم. أوه، أحب الفقاعات. يا إلهي، انتهى خليط الفقاعات. أبي، لا يوجد خليط فقاعات. لا تقلقي بيبا، لدي فكرة. مامي بيج، أحضري دلواً من فضلك. حسناً، سأفعل. بيبا، أحضري صابوناً. حسناً دادي بيج. جورج، أحضر مضرب التنس. دلو، صابون، مضرب تنس. ما الذي سيفعله دادي بيج؟ أولاً أحتاج ماءً.
ثم صابونا. والآن أحتاج مضرب التنس. شكرا. شاهدوا هذا. رائع. ياه. دادي بيك صنع خليط الفقاعات. تعالوا جميعا. احذر دادي بيك كي لا تقع. سأكون بخير. كل منا لديه خطاف للمعطف. هذا الخطاف لك يا إيميلي. إيميلي تعلق معطفها على خطافها. الآن يا إيميلي، ما الذي تودين فعله اليوم؟ تلوين؟ صلصال؟ بناء مكعبات؟ لا أعرف، ربما بناء المكعبات. والبقية؟ تلوين، صلصال، بناء مكعبات. بناء المكعبات. يا إلهي، بناء المكعبات محبوب. الجميع يريد الجلوس بجانب إيميلي. إيميلي، عليك وضع مكعب فوق الآخر هكذا بالضبط تماما. من الأفضل أن تضعيهم جانبا إلى جنب. لا، هكذا يا إيميلي. بل هذه الطريقة الصحيحة. لا يا إيميلي، هكذا. الجميع ساعدها جدا، لكن إيميلي كيف تودين اللعب بالمكعبات؟ لست واثقة، قد أفعلها هكذا. رائع. إيميلي جيدة في بناء المكعبات. وقت اللعب. مرحى. إيميلي، أتودين اللعب مع الآخرين في الخارج؟ إن سمحتي. فلتأخذوا إيميلي لمكان اللعب. أجل سيدة غزال. وقت اللعب. بيبا وأصدقاؤها يلعبون بالحديقة. لن تمسكني. يا هلا الضوضاء. هيا لنرى من الأكثر صخباً. حسناً، أنا أولاً. سكويك سكويك. كان هذا صاخباً. دور الحمار الوحشي زوي. أنا وجورج سنلعب كالحلزين. يمكن للسلال أن تصبح أصدافكما. الآن تبدوان مثل الحلزون الشقي. وأنا سوف أقوم بأكل كل خص جرانبا بيج وأنهيه. أوه، ابتعد عن خصي العزيز أيها الحلزونان الشقيان. وعندما يصيح بي جرانبا بيج سأختبئ في منزلي. كل أصدقاء بيبا وصلوا. مرحبا جرانبا بيج. مرحبا يا سوزي، هل أتيتم للعب مع بيبا وجورج؟ أجل، أنا لا أعرف أين هما. لا يوجد غيري وحلزونان آخران هنا. نحن الحلزين، نحن الحلزين. مفاجأة. كنا نتظاهر أننا حلزين. أنا أستطيع أن أصبح حلزين؟ لا أعتقد أن لدينا سلالا كافية لكم. لكن يمكنكم أن تصبحوا شيئاً آخر، شيئاً ممتعاً في الحديقة. جزر؟ تحب الأرنبة ريبيكا الجزر؟ لا ريبيكا، ليس الجزر. تعالوا إلى هنا. ما هو صوت الطنين هذا؟ إنه آكل من هذا المنزل الصغير. جدي، لما بيت الدمية يصدر صوت طنين غريب؟ هذا ليس بيت دمية يا بيبا، إنه بيت النحل، إنه يدعى قفير. أوه. انظري، ها هي واحدة. ثم آخذ طابع الختم وأقوم بختم الأوراق. واو، وظيفة سيدي أرنب رائعة جداً. هل أختم بعض الأوراق؟ بالتأكيد، سأجد لك بعض الأوراق. لقد وجدت البعض. ربما سنستخدم أوراقاً أخرى. تفضلي. تحب بيبا استخدام الخد.
أحب القيام بوظيفة السيد أرنب. لنكمل الجولة، التالي مكتب سيدة قطة. أهلاً يا بيبا وجورج. مرحباً. وظيفتي تتعلق برسم الأشكال على الكمبيوتر. ثم أقوم بطباعة الأشكال. واو. وها هي نسخة أخرى. أشكرك. إن وظيفة سيدة قطة لطيفة. أيمكنني التجربة؟ أظن هذا دور جورج الآن. هذا صحيح يا جورج، إنه دورك لتقوم بالعمل. يرسم جورج مثلثات زرقاء. والآن سنطبعها. أحب القيام بوظيفة السيدة قطة. أتريدان رؤية مكتبي الآن؟ أجل أرجوك. هذا هو مكتب دادي بيج. وظيفتي معقدة بعض الشيء. أحضر الأرقام الكبيرة وأحولها، ثم أحسب نتائج تلك المعادلات. تبدو وظيفة دادي بيج مهمة جداً. هل تستخدم طابعاً للختم؟ لا. هل تستخدم الكمبيوتر؟ لا، أستخدم أقلام تلوين. هذا لطيف. أظن أنه يمكنني النوم لمدة قليلة. جراني والأطفال يبنون قلعة رملية كبيرة، يحتاجون للكثير والكثير من الرمل. يستخدمون الدلاء لبناء أبراج للقلعة. يا لها من قلعة رائعة. لنعد للمنزل. أين ذهب القارب؟ انظر يا جدتي. لا، إن جرانبا بيج مستغرق في النوم والقارب ينجرف بعيداً. علينا جميعاً إيقاظ الجد، فلتصيحوا بأعلى أصواتكم. جرانبا بيج استيقظ! استيقظ! لا، إن جرانبا بيج ما زال نائماً. الجد بعيد، لن يسمعنا. نحن عالقون بجزيرة القرصان. نحن منعزلون. سنظل هنا لمئات السنين. سيكون علينا أكل الفواكه والتوت. وسيكون علينا أكل الحشرات والدود. لقد وصل الأهل كي يأخذوا أطفالهم. أين أنا؟ مرحباً. مرحباً جميعاً. هل استمتعتم بوقتكم؟ أجل، في الحقيقة لقد نسيت شيئاً هناك. سأعود في الحال. انظروا، إنه جدي. نجونا. مرحباً بكم يا رفاق. يا جران بابيج، ظننا أنك نسيتنا. أعتذر عن هذا جراني بيج. أعدك المرة القادمة لن أغط في النوم. انظروا، ها هو الكلب داني ومعه جده أيضاً. إن الكلب داني وجده علق في الزحام أيضاً. أهلاً يا بيبا. مرحباً بيبا. نحن ذاهبون للغداء مع جدتي وجدي. نحن سوف نتأخر جداً. إنها الواحدة، لقد تأخروا كعادتهم. كيف هي البطاطس الآن؟ ما زالت تحتاج قليلاً من النضج. هذه أنا جراني بيج. مرحباً بيكي. نحن عالقون بزحمة السير. لا تقلق، نحن متأخرون أيضاً. الجد بالغ فيما يخص البطاطس. إلى اللقاء. المساكين عالقون في زحمة سير. يبدو أنه لدي وقت لإحضار بعض البطاطس. جرانبا بيج، نحن نتحرك ببطء شديد. لن نصل أبداً لمنزل الجد والجدة. بيبا محقة، فلنجرب طريقاً آخر. لكن لا توجد طرق أخرى. أنا أعرف.
إلى اللقاء جميعاً، سنسلك طريقاً مختصراً. إلى اللقاء بيبا. موفقين. ستسلك مامي بيك طريقاً مختصراً كي تبتعد عن زحمة السير. الطريق المختصر واعر. هذا ممتع. هل أنت متأكدة من هذا؟ ثق بي. مرحباً أيها البط، نسلك طريقاً مختصراً. انظروا، إنه الطريق الرئيسي. أحسنت مامي بيج. لكننا ما زلنا خلف شاحنة داني. مرحباً. مرحباً. يا إلهي، طريق مامي بيج المختصر لم يكن ناجحاً كفاية. أنا جيد جداً في قراءة الخرائط. هذه الخريطة صعبة قليلاً. هل نرتفع أكثر؟ أجل أرجوكي، أعلى أعلى. المنطاد يرتفع أكثر في السماء. أوه، أين ذهبت السماء؟ لا تقلقي يا بيبا، نحن نطير بداخل سحابة. واو، السماء عادت مجدداً. مرحبا. منطاد كبير، منطاد كبير، أكبر من الشمس والقمر، يرتفع لأعلى في السماء ويطير 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 ويطير. انظر يا تادي، نحن نحلق عالياً. بيبا، احذري كي لا يقع. تادي، لقد أوقعت تادي. لا تقلقي، سوف ننقذ تادي. تمسكوا جميعاً، سوف ننخفض. الأنسة أرنبة ستجعل المنطاد ينخفض لتنقذ تيدي. أنا لا أرى تيدي بأي مكان. ها هو، علق تيدي بالشجرة. يمكن استخدام المرساة لإنقاذ تيدي. بروية، بروية، ها هو. داري بيك أنقذ تيدي. تيدي مرحبا. يا إلهي، لا أحد ينظر إلى أين هم ذاهبون. هناك شجرة أمامنا، تمسكوا جيداً. أوه، علق تيدي أولاً في الشجرة والآن علقنا نحن في الشجرة. دادي بيج، أتعرف مكاننا؟ نحن تائهون، صحيح؟ أجل. أوه، الانتظار ممل جداً. هيا يا جورج، لنلعب بالخارج. جورج لا يريد اللعب بالخارج، إنه ينتظر رؤية الوقواق. إنها تقترب من العاشرة. جورج انتظر الوقواق ما يقرب الساعة. جورج، تعال والعب، سيد ديناصور يريدك أن تلعب أيضاً. ديناصور. جورج فاته الوقواق ثانية. لا تقلق يا جورج، لما لا تلعب في الحديقة؟ وسأناديك حين يحين وقت رؤية الوقواق. دورك يا جورج. إنها تقترب من الحادية عشرة. بيبا، جورج، وقت رؤية الوقواق. أسرع يا جورج كي لا يفوتك الوقواق. جورج يركض أسرع من كل مرة ركض فيها. جورج، أرأيت الوقواق؟ كوكو كوكو كوكو. بيبا وجورج يحبان لعبة الوقواق. كوكو كوكو. وقت النوم. كوكو كوكو. بيبا وجورج يشعران بالنعاس. بيبا وجورج نائمان. إيه؟ هل حل الصباح فعلاً؟ لا، وقت النوم. يبدو أن بالوقواق شيئاً. يحتاج للنوم مثلكما أنت وجورج. صديقة بعض الشيء. ربما نتصل بجرامبا بيج ونستعير جزازة عشبه. لا نحتاج لمكالمة أحد، علينا فقط الدفع بشكل أكبر. جزازة عشب دادي بيج ليست جيدة. أعرف،
لنتصل بجراندبا بيج. مرحبا، معك جراندبا بيج. مرحبا بك، أتساعدنا في قص بعض العشب الطويل؟ أوه. نعم بالطبع، سوف آتي في الحال. إلى اللقاء. أعتقد أن هذه وظيفة بيتسي. جراندبا بيج يقود عربة جزازة العشب إلى منزل بيبا. جراندبا بيج، بابا إيج. مرحبا جميعا، سمعت أن هناك عشبا يحتاج للقص. عشب طويل لتقصه جزازتي. لا تقلق، بيتسي ستفعل هذا بسرعة. هل جزازة عشبك تدعى بيتسي؟ أجل بالطبع. مرحبا بيتسي. جدي، أيمكننا ركوب بيتسي؟ بالطبع يمكنكما، اصعدا. هيا أيها الكابتن جراندبا. سوف نقص هذا العشب بسرعة، تمسكا، ها نحن ننطلق. بيتسي مهارة جدا في قص الأعشاب. هذا ممتع. لقد انتهينا. يمكنك إمساك سيد ديناصور بينما يفحص طبيب أسنانك. ديناصور. سعيد برؤيتك يا سيد ديناصور. إنه ليس ديناصور حقيقيا، إنه من البلاستيك. تمسك جيدا. أحسنت صنعا يا جورج، الآن فلترني أسنانك. جورج لا يريد أن يرى الطبيب أسنانه. جورج افتح فمك هكذا. ها هم هناك، قد انتهينا. لديك أسنان قوية ونظيفة يا جورج. أهم بالفعل جيدون كأسناني يا دكتور فيل؟ أجل. جورج فخور أن لديه أسنان نظيفة. جورج لا تنسى الشراب الوردي. أو لكن انتظر، ما هذا؟ ما الخط يا دكتور فيل؟ جورج أسنانه نظيفة، لكن أسنان الديناصور متسخة جدا. أوه لا، دكتور فيل غاضب بشكل كبير من سيد ديناصور. مطلقا يا بيبا، وظيفتي أن أجعل الأسنان نظيفة. أعطني مضخة الماء من فضلك. الطبيب يستخدم الماء لتنظيف أسنان سيد ديناصور. الملمع يا آنسة أرنبة، سيكون هذا مزعجا. دكتور فيل يلمع أسنان سيد ديناصور. وردي وردي. هذا صحيح، سيد ديناصور يحتاج للشراب الوردي الخاص. رائع، لديك أسنان لامعة يا سيد ديناصور.